أعاني من كثرة الوساوس والشكوك في إخلاص النية وأنني مراء في أعمالي، فما هو العلاج وبماذا تنصحونني؟ علاج استعاذة بالله من الشيطان، ولا تلتفت إلى الوسواس، واستمر في عمل الطاعة، استمر في عمل الطاعة، ولا يخذلك الشيطان يقول هذا رياء وهذا، هذا من الشيطان، اتركه واستمر في عمل الطاعة وعمل الخير. نعم.